معكم محمد مودين، منخرط في جمعية تجار مهني درب عمر. كان اليوم جينا ندويو على الإكراهات اللي كيواجهوها التجار هنايا في هذه القصارية ديال قصارية الخليل اللي مخصصة في هذا الشيء ديال المواد العقاقير. المهم مواد العقاقير ولا قفال وهذا الشيء، جينا ندويو على هذا الشيء ديال التراماي. دابا الأشغال اللي بداو فيها ديال التراماي اللي بدات هذه واحد الأسبوع تقريبا ولا 10 أيام. المهم المشكل اللي عندنا حنايا هو أنه دابا الناس ما بقاوش يلقاو فين يستاسيونيو الطوموبيلات ديالهم نهائيا. دابا مع هاد الأشغال اللي بدات هنايا وعندنا المشكل مع هاد الزنقة الناس ديال البيض، التجار ديال البيض اللي كيبيعوا البيض هنايا بالجملة. المهم حنا جينا مجاورين ليهم، عندنا معاهم مشكل هنايا الشاحنات ديالهم كيجيو كيبلاصيو، المهم كيستغلوا هنايا، حنا ما قدرناش مازال كان. المهم واقعنا معاهم مشكل، عندنا معاهم إشكالية هنايا، كيجيو كيدخلوا هنايا كيبلاصيو لنا في الجهة ديال البياض ديالنا هنايا اللي خاصة بالشحن والإفراغ، كيبلاصيو لنا فيها هنايا، ما كنلقاوش فين كيخلوا الناس ومنين غيشارجيو، ما كنلقاوش كيفاش يديروا باش يفرغوا البضاعة ديالهم اللي شارجيو. دابا اضطرينا ولا عندنا مشكل، دابا الناس كيجيو كيبغي يقضي الغرض ديالهم، ما كيلقاش فين يبلاصي نهائيا. دابا كنطالبوا من الناس اللي مسؤولين على هاد التراموي ومن الناس اللي مسؤولين على الدار البيضاء يشوفوا لنا حل. عندنا هاد الجرده هذه في المثال، الا لقاو كيفاش يديروا لها شي حل، الا لقاو كيفاش يديروا لها شي حل باش يحيدوها ولا ينقصوها، يلقاو الناس على الاقل فين يوقفوا غير الطوموبيلات ديالهم، تكون غير منطقه تقريبا تكون خاصه للشحن والافراغ. هاد الشيء اللي بغينا حنا، اللي كنطالبوا منهم تكون خاصه للشحن والافراغ، ونشوفوا لنا حل مع هاد التجار ديال البيض اللي كيبيعوا البيض، حيت كيجيو كيدخلوا الكاميات ديالهم بالليل كيستاسيونيو هنا كيبقاو ما عارفين. المهم كيوقع عندنا معاهم مشاكل، بغينا هاد المنطقه هادي اللي هي ها هي اللي غيشوف السيد، ها هي المنطقه هادي حيت كتسمى هادي ديال تقريبا هما راه المحلات ديالهم كاينين لهي. هاد المنطقه هادي ديال القيصريه بغيناها تكون ديال خاصه بالشحن والافراغ، تكون القيصريه ديال القيصريه، لان عندنا الديبوات لتحت هنايا كيجيو كاميوات كيبغيو يشارجيو كيبغيو الناس يشارجيو وكيبغيو يخويو السلعه ديالهم، كيكون عندنا مشكل. دابا هنا كنلقاو معاهم مشكل كما كتشوفوا اليوم، حيت الطوموبيلات علاش واقفين؟ حيت اليوم الجمعه ما خدامينش، اليوم الجمعه هما ما كيكونوش خدامين. كون جيتو مثلا جينا السبت ولا الاثنين غتلقى الكاميوات ديالهم هنا ما كيبغيوش يخرجوا، كان عندهم هما التوقيت ملتزمين باش يخرجوا مع العشره ونص، ما كيخرجوش كنضطروا نوقعوا عندنا مع مشاكل في حيت كانت الناس كانوا لقاو فين كيوقفوا لهي هنا، ماشي مشكل. داك ملي بداو الاشغال ديال التراموي الوقت ما بقاش كيفاش، ها انت دابا الا دخلت للقيصاري غتلقى الناس كلهم تقريبا غير واقفين. دابا كيجيونا التليفونات خصك توجد الناس العاوي بلاصي في التيسع كاين اللي كيدير بالناقص دابا كاع من هذا الشيء وكيمشي، ما كنبقاو. المهم وقع لنا مشاكل مع التراموي، كنطالبوا من السلطات الى لقاو شي حل الله يجزيهم بخير يحيدوا لنا هذه الجرده هنا، على الاقل تكون غير منطقه خاصه بالشحن والافراغ. على ذكر السلطات، اعتقد ان السلطات بادرت الشغل ديال التراموي دون استشاره ما كاينش لي دواء تقديم البدائل. لا نهائيا ما كاينش لي دواء معنا، ما كاينش لي تشارج. حنا ماشي ضد التراموي، حنا ماشي ضد التراموي يدوز من هنا ولا شي حاجه، حنا كنطالبوا غير يديروا معنا شي حل، حيت الطريق كيف كانت قيصري دابا الا جيتي تشوف من هذه الجهه هي راجعه، وشو شحال المساحه هنايا كاينه تقريبا المساحه راه كاينه على شي 20 متر ولا 30 متر ديال هاد الجرده. حنا الا لقينا كيفاش يديروا لنا نقصوا لنا غير هاد البلاصه هادي ويخليوها تكون خاصه للشحن والافراغ، ونشوفوا شي حل مع هاد الناس هاد التجار ديال الفياضه. بغيناهم شي تضروا ما بغيناش نتضروا حتى، وحنا ما بغينا ما ضر حتى شي حد. وشكرا والله يجزيكم بخير. واش ممكن يعني حجم تقريبا غتكون مشات 50%، لان شحال واحد دابا كيجي، حنا كيجيونا التليفونات كيجيو الناس دابا شحال واحد كيجي ما كنلقاوش كيفاش نديرو. بدينا في هاد المشاكل، بدينا فيهم تقريبا هادي من اسبوع، هاد الاسبوع هادي بدينا في هاد المشاكل. كاين دابا الناس كيجيو كيتصلوا بك كيجي حتى لهنا كيقول لك ودي راني ما لقيتش فين ستاسيون كيفاش غادي ندير. كنضطروا دابا حنا الدراري اللي عندنا، انت بحال دابا هاد السيد هذا هو كيشارجي دابا هاد الكروسه هادي، راه غيمشي حتى لواحد المسافه ديال غيمشي يضرب لك واحد 500 متر ولا 600 متر باش يوصل السلعه للسيد. هذا المشكل اللي كاين. اخيرا بالنسبه للاتحاد، واش الاتحاد الجمعيه له الجمعيه؟ وحنا بدر حنا هذا الشيء فكره طرح هذا المثال. اي راه حنا هذا الشيء اللي كاين، حنا باغي نشوفوا مع الجمعيه ان شاء الله باش نمشيو نشوفوا مع مجلس المدينه، ولا غنشوفوا مع السيد الكاتب العام ديال الجمعيه والسيد رئيس الجمعيه، نشوفوا الحل كيفاش غادي نديروا معاهم، لعل وعسى يتفهموا هذه الوضعيه ديالنا ويقضوا ويشوفوا لنا شي حل الله يجزيهم بخير. شكرا بارك الله فيك. السيد الكاتب العام، نحن الآن نتواجد بسوق البيضة الذي يضم مجموعة من التجار المنضوين تحت لواء الجمعية. معكم عبروا لنا عن أضراء عن عن عن, عن, عن الإكراهات التي يواجهونها والخسائر التي سيتكبدونها. السلام عليكم كاتب عام، التقييم ديالكم لهذا. السلام عليكم، معكم سعيد فرح الكاتب العام ديال جمعية اتحاد التجار ومهني درب عمر.
اليوم كنتواجدوا باسواق البياضه وشارع محمد السادس، حيث بدات الاشغال ديال خط الترامواي. كما كتعرفوا ان التجار ديال هذه المنطقه يلا دازت الجائحه، باقي جائحه ديال كورونا باقي تيعانيو المضاعفات ديالها والمشاكل ديالها والركود اللي خلاتها وصلهم هذا المشكل ديال خط الترامواي. تيعانيو كما قال السيد بلال، تيعانيو من المشكل ديال الشحن والافراغ. الزبائن دابا تيقلبوا على البديل، ما بقاوش كيجيو، من لان الا ما كانش عندك فين نوقف ما غنجيش نتقدى عندك. المثل الانجليزي تيقول نو باركينغ نو شوبينغ. هذا هو المشكل اللي تيعانيو منه هاد الناس ديال اكثريه ديال هاد الاسواق منخرطين في الجمعيه الاتحاد التجار المهني ضرب عمر. كيتصلوا بنا شبه يومي وكيقلبوا على الحلول. حنا كجمعيه حنا في اطار ندير واحد اللقاء مع المسؤولين ديال الدار البيضاء، سواء العماله ديال الفداء او ديال الغرفه التجاره والصناعه او الجهات المعنيه اللي عندها دخل في هذا المشكل هذا، نلقاو الحلول البديله لهاد التجار هذا اللي عندهم حتى هما كيخلصوا الضرائب وكيخلصوا الواجبات. اذا من حقهم حتى هما يلقاو واحد المنطقه اللي يخلوا نفسها ويشريو، كما عندهم مشاكل اخرى في هذه السنقه هذه مع كما سبق ذكر الاخ المدين عن التجار ديال البيت كيستولوا من هذه المنطقه كامله، ما تيبقاوش لهم فين يوقفوا حتى هما. اذا نتمنوا ان شاء الله من المسؤولين والسلطات ينظروا من هذه التجار ديال هذه المنطقه يلقاو لهم الحلول. غير ما هي ابرز المطالب اللي عند التجار ديال درب عمر المنضوي تحت لواء الجمعيه؟ ابرز المطالب دابا، ابرز المطالب اللي كاينه حاليا دابا هي هذا المشكل اللي كيتخوفوا منه ديال الخط ديال الترامواي، وديال المشكل ديال الصابو، وديال المشكل ديال التنظيم ديال الحرف. مثلا في كل حرفه بوحده، وكاين واحد العدد ديال المشاكل. حنا ديال الجمعيه كنحاولوا ما امكن نطرقوا لها واحد بواحد، ولكن حلول المشاكل الانيه اللي كاينه دابا، خصوصا كتعرفوا كاين واحد الاشاعه ديال ترحيل الربع عمر كذا والكميوات الحدود الساعه، ما كاينش شي حاجه رسميه، ولكن الناس كيقلبوا على الحلول. هذا المشكل اللي واصلين دابا هو ديال الترامواي، هو اللي كيعانيوا منه، وتيقلبوا على الحلول البديله باش يلقاو كيفاش يمارسوا المهنه ديالهم. كما كتعرفوا يلا باقيين في المشاكل ديال كورونا. شكرا سيدي الكاتب. الاسم تاعي هوش ايوب، صافي كمنخرط في الجمعيه التجار المدنيه درب عمر. كنشكركم على الحضور تاعكم هنايا، حيت جيتوا باش تكلموا على الموضوع المشكل اللي عندنا بعد هنا في طريق محمد السادس. كيف ما كتشوفوا الاعمال كاينين ياك، حنا ماشي ضد الاعمال باش البلاد تزيد القدام، ولكن المشكل اللي عندنا حنايا هو اول حاجه التصميم ما كاينش، ثاني حاجه الكليان ما كيلقاش فين يشارجي السلعه تاعو، حتى الفورنيسور ما كيلقاش فين يبلاصي، وحنا مضرورين بزاف. وكيف ما كتشوف كل محل عنده اربعه الخدامه خمسه الخدامه كيتمعشوا معاهم كيف ما حنا كنتمعشوا كاملين، ولكن المشكل اللي كاين هو هذا. يعني حنا ماشي ضد يعني ترمي، ولكن وما نعطيو تلقاو الحل حيت الباركينغ كيف ما كتشوفوا هنا كاين واحد اتساع بدا شويه بعد هنايا، كيلقاو اتساع فين يديروا الباركينغ. كيف ما كتشوف واحد المشكل ثاني مطروح هنايا هو هاد الزنقه ديال البياضه. تمام، كتجي الصباح كتلقى الكاميرا البياضه نورمالمون قانونيا مع تدون الصباح خصهم يمشيو قانونيا. يعني انتم الا استشرتوا وبحثتوا غتلقاو قانونيا بان زنقه البياضه لكاميون ديال اصحاب البياضه خصهم تعلو يحيدوا من هنايا. ولكن بار كونت كيجينا كيحط لك جوج كاميون ثلاثه الكاميون كيبقى حتى السبعه العشيه. يعني كيف ما كتشوف كيفاش دير هذه تبيعوا تشري مع الناس، فهمتني ما فهمتنيش؟ والله حس العوان كل واحد عنده مشاكل تاعو كيبغي يفك ولكن ما لقاش باش يفك. اذا سي ايوب، المعاناه تحاصركم يعني من كل جانب، من كل جانب ديال البياضه، من كل جانب ديال البياضه. غير هذه المساله ديال المعاناه، يعني قبل بدء الاشغال واش استشيروا التجار ديال هذه المنطقه؟ لا، شوف واحد المساله نقولها لك. شي الاعمال ديال الترامواي اول حاجه بداو نهار الاحد ياك، نهار الاحد يعني ما كاينش حنا بعدا اللي علمنا كوم كو سيدي راه غادي نبداو اشغال هنايا خاصكم تلقاو حل. يعني ما لقيناش معامل ندويو، اكيد فهمتيني، كون لقينا معامل ندويو ديك الساعه غادي نحطوا النقط على الاحرف وحتى حنا نلقاو الحل. ماشي مشكل، حيت كل مشكل عنده حل ديالو، ما كاينش مشكل ما عندوش الحل، ماشي المشكل. يعني هذا الشيء سي ايوب على ذكر الحل، اكيد بانه انتم كتجار عندكم واحد التصور ولا يعني بدائل اللي تقدموها السلطات باش شوف واحد القضيه. يعني الدوله كيف ما كيقولوا كل ما كطرح مشكل خاص تطرح معاه الحل البديل. اكيد البديل كما كيقولوا، حنا نقولوا البديل فهمتي ولا لا؟ حنا ما كنطلبوش شي حاجه اللي ما كايناش. يعني كيف ما كتشوف كيف قلت لك كاين واحد الحل ديال 5% 10% بعد هذا الباركينغ بعد هذا الجرده يحاولوا ينقصوها شويه ياك، يديروا فيها بعدا غا حنا الشحن والتشحن. يعني بلاد ما يفوتش ساعتين وساعه عندك كتعيط ليه فلان جي خويا جي سارجي، فقط حنا بلا ما نديرو ستاسيونمون يعني ديال التميزي ولا يبقى لنا النهار كامل. حنا ما طالبينش هذا الشيء، طالبين غا في القاو يعني نفكوا المشاكل ديال
شارجمون ديشارجمون، هادشي اللي كاين. غير ماذا يعني ماذا الضرر اللي لحق العلاقه ما بين التاجر والزبون؟ نعم. اكيد بانه الزبناء ولاو شوف يعني الزبناء ولاو كيتشكاو بعد اول حاجه لومبوطياج اللي كاين، هذه وحده، والثانيه ما كانش فين ستاسيوني، وواحد الضغوطات كاين ضغوطات فين ماشي كاين ضغوطات، والكليان دابا حاليا ما بقاش عنده الصبر. مشينا لا 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 باسو ما بقى والو، ما بقاش والو نهائيا. انت براسك كتكون جاي في الطريق لقيت شي صعوبه فين توقف مشينا فهمتيني. هل تتوقعون اضرار كبيره بالنسبه لكم كتبقى؟ نعم سيدي. واش كتوقعوا اضرار كبيره بالنسبه لكم كتبقى؟ حنا اضرار كاينين ماشي ما كاينينش، ومع هاد الجائحه اللي وقعت تاع كورونا ديجا ضروري شي حوايج عاد زادوا هاد الضرر عاوتاني، ولكن اللهم لك الحمد على كل حال، ولكن كنتمنوا نلقاو شي حل في اقرب وقت. بارك الله فيك. شكرا. الله عليك. تبارك الله. التجار شارع محمد السادس، عضو في منخرط في جمعية التجار المهنية دار عمر. بما أن شارع محمد السادس شارع رئيسي كيتحمل واحد الضغط كبير ديال المواصلات، هناك سيارات الخواص، هناك حافلات النقل، تاكسيات الصغار، وبما أن المشروع ديال الترامواي انطلق كنتمناو إن شاء الله يدوز بخير وعلى خير. غير كان كاين واحد الاكراهات بزاف، كاين هناك ضيق ما كاينش فين نحطوا السيارات ديالنا الشاحنات، وكاين عاوتاني الجهه الاخرى كاين واحد السوق ديال البيض اللي هو ماشي قانوني، يعني تجاره البيض خص واحد مساحه كبيره، وجا وسط المدينه على مقربه على المحال التجارية البشاوية والقصر ديال سيدنا الله ينصرو ويطول في عمره الله يشافيه، وبغينا شي حلول بديلة فين ستاسيونيو، عندنا الإفراغ والشحن، بغينا شي حلول بديلة. غير بالنسبة للإفراغ والشحن كنظن حتى الضرر الحق، بالنسبة للإفراغ والشحن كاين واحد الضرر كبير، حتى بالنسبة للزبناء ديالكم ما كيطلبوش. حتى الزبناء ديالنا كيضطروا يستوصلوا في البعد، كاين اللي ما بغاش كاع مازال يجي. أكيد. يعني كنلقى واحد الصعوبة، كتجيك واحد الشاحنة كبيرة فيها 10 طن 20 طن، ألوغ خصنا كنتكرف خصك 10 الناس، كنا كنخدموا شخص واحد جوج دابا خصنا 10 الناس ولا 15 واحد، يعني وصل لي ستاسيونمون، يعني المنطقة ديال البياضة كان عدة أزقة ولكن كلهم لي ستاسيونمون انتيردي. انتيردي ممنوع الوقوف وممنوع المرور. يعني واحد الاختناق لا يطاق. واش يعني كتقيموا حجم الاضرار اللي غتلحق بكم خلال هاد السنتين ديال الاشغال؟ الاضرار غتكون كثيره مضاعفه، نسبه عاليه من حيث الرواج غادي ينخفض، هو انخفض هذه السنه هذه مع هذه الازمه ديال كورونا، نتمنى الله تبارك وتعالى هذا الوباء يطرف علينا وترجع المياه لمجاريها. يعني ودابا مع دابا الشحن حتى هو كميات اللي كندوا لهم الساعه بعاد، حتى الا بغيتي دير ليه مول الترانسبور كيضاعف عليك السعر. تمام. ونتمناو من الناس اللي عندهم القرار يشوفوا من حالنا. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.